مرة أخرى حياكم الله في برنامجكم المحبوب المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. في آية بأشعياء الإصحاح الأول الآية 18 تقول: هلما نتحاجج يقول الرب. نمر جميعا بلا استثناء بالعديد من الأزمات في حياتنا، تختلف من شخص لآخر، من مرحلة لأخرى في حياة نفس الإنسان. وفي الأزمة يصبح الشخص وكأنه على مفترق طريقين، فقد يقوده قرار إلى التطور والنمو والخير أو العكس تماما. في مسيرة الإيمان بالله يمر الإنسان كذلك بالتساؤلات اللي تحتاج منا إلى بحث في مرحلة يخاف منها الكثيرين، فيلجؤون إلى كبت هذه الأسئلة اعتقادا أن إخراس الشك هو الحل، فتظل هذه الشكوك والأسئلة تعيش بداخل فكر ونفس الإنسان وتترسخ أكثر وأكثر كلما حرم الإنسان نفسه من هبة التفكير اللي ربنا أنعم عليها بها علينا. فالتساؤلات التي تكبت لا تموت، بل تظهر مرة أخرى ولكن بشكل عنيف وعميق. والسؤال هنا: ليش حنا نكبت تساؤلاتنا عن الله؟ الشخص يسوي كده يعتقد منه أن الشك يدمر علاقته بالله، لكن ننسى أن الشك يدفعنا للبحث والتفكير وطلب العون والاستنارة من الله لكي تعرف الحق وتثبت أكثر في الإيمان وحياتك مع الله، أي هو السبيل للنضج. كما أن الالتزام الجاد لا يبنى على الهوى، بل لابد أن يكون له أساس متين من المعرفة والاستنارة. على سبيل المثال، في العلاقة الإنسانية تبدأ سطحية من خلال مرور معا بالخبرات المختلفة، من حزن وفرح وأزمات، من ألم وضيق وفرج. تنمو الثقة والحب عن طريق معرفتنا لبعضنا البعض في كل هذه المواقف والخبرات، بل والأزمات أيضا. أحبائي المشاهدين، عندما يسأل الطفل سؤال هل من الحكمة أن نرفض الإجابة ونحرمه إياها، الإجابة تبني معرفته بالحياة وتساعده على حل مشكلاته والتعامل مع التحديات اللي تنتظره، تعلمه التفكير السليم وتعينه على تطوير مهاراته الشخصية. كذلك الله يريد أن يعلمنا وينور أرواحنا وأذهاننا حتى نعرف حق المعرفة ونتمتع بعبادته والحياة معه. يعيننا على مواجهة الحياة والمرور بخبراتها، ولا يتكبر أبدا على أسئلتنا، بل يساعدنا على الوصول للإجابات بكل محبة وفرح، لأن أسئلتنا ما تمثل أي تهديد لوجود الله أو عظمته. وإن كنا نظن ذلك، فالسبب هو الصورة المشوهة التي تصلنا عن الله. عزيزي المشاهد، لا تحرم نفسك من البحث عن إجابات، لا تقلل من قيمة العقل الذي خلقه الله وهبه لك إياه. تساؤلاتك ما تقلل من إيمانك، بل تزيده وتبنيه، وذلك في حال واحد فقط: إن بحثت عن إجابات وطلبت من الله أن يعينك في رحلة بحثك هذه. وتساؤلات دليل على حرصك على معرفة الله حق المعرفة. عزيزي المشاهد، أدعوك اليوم للتفكير كي تتقرب من الله وتسير في طريق معرفته، فيولد في قلبك إيمان أقوى وأعمق. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب يا عظيم، كم أنت قدوس، أشكرك يا رب على هذا المعرفة، أنه أنت كلي المعرفة يا رب. أشكرك أنك عرفتني أني أعرف أنه أنت كلي المعرفة، فأسألك يا رب أنه تساعدني وتساعد كل من يشاهد هذه الحلقة الآن أن يعرفك المعرفة الصحيحة، ويتشجع ويطلع كل الأسئلة هذه من قلبه ويحطها على الطاولة، ويصلي ويتضرع لك يا رب، عشان أنت تقدر تساعد هذا النفس، تساعد هذه النفس عشان تعرف الحقيقة. يا سيد العظيم، أحط كل من يشاهد هذه الحلقة الآن أمانة بين يديك، فأنت تحفظ الأمانات. وأصلي بالمسيح يسوع الناصري بكل تواضع، آمين.
الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم، هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم، طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أعزائي المشاهدين، اليوم رح نصلي لمكة. مكة أو بكة هي مدينة جبلية تقع في غرب المملكة العربية السعودية، ويعتبر سكانها خليط من شتى الشعوب في الأرض، علما أن سكانها الأصليين جاءوا أيضا من مناطق مختلفة من الجزيرة العربية، كما يمنع من عن باتا دخول غير المسلمين إليها. فلنصلي لمكة وأهلها. يا سيدي، يا يسوع المسيح الإله الواحد، جايك اليوم وجايب مكة وأهلها أمامك يا رب. اليوم يخلصوا أهل مكة يا رب، حاططهم أمانة بين يديك يا سيد العظيم. أصلي من أجل مكة، من أجل أهلها، من مختلف طوائفهم، من مختلف جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية. أنت تعرف النفوس يا رب، فأحط مكة، رجالها ونسائها، أطفالها وشيبانها، كلهم يا رب أمانة بين يدك. أشكرك يا رب على أنك سمعت صلاتي وباركت مكة وأهلها. أحطهم أمانة بالمسيح يسوع الإله الواحد. آمين. أعزائي المشاهدين، الآن حان وقت الترنيمة. خلنا نسمع مع بعض هذه الترنيمة، وخلنا نتعزى ونفرح بكلمات الرب معانا. سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الاحلام، سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الأحلام، وأنا بعبد إلها ما أعرفه وله بسجد
معه حبا في خايفة، وانا بعبد إلها ما أعرفا، وله أسجد معه حبا في خايفة، ومفهم بس أقول أمين سنين سنين. وفي المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق من حررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح في المسيح الحق من حررني، من قيود عشت فيها سجين سنين سنين. يا هلي ويا أصحابي، تلقون الحق في المسيح الحياة، صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تعرفون الفرق في محبة الله، وصلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تلقون الحق في المسيح الحياة، صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تعرفون الفرق في محبة الله، حبني ورعاني وكان لي معين سنين سنين. وفي المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني، من قيود عشت فيها سجين سنين سنين. واسعى للحق المبين، بس لا تناقش ولا تجادل، وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا برهين، فتاوي في كل المسائل، وقالوا اطلب العلم واسعى للحق المبين، بس لا تناقش ولا لا تجادل، وجاوبوني بلا فهم
لا دلة ولا براهين، فتاوث كل المسائل، احترت أصدق مين ولا مين. سنين سنين في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين 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 سنين. أعزائي المشاهدين، بعد ما سمعنا هذه الترنيمة الرائعة، ودي أنه نتشارك بهذه الصلاة ونقول يا رب كم أنت عظيم، كم أنت قدوس، أنك أنت تكلمت معنا يا رب من خلال هذه الترنيمة وخلصت نفوس نفوس محتاجة لك يا رب. أحط يا رب بلدي، أحط الرياض، أحط جدة، أحط مكة، أحط الطائف، أحط أبها، أحط خميس مشيط، كلها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها يا رب أمانة بين يدك، تحميها وتحفظها وتحمي كل نفس تسمع هذه الحلقة الآن، تتبارك يا رب وتنتشلها من أيادي إبليس بالمسيح يسوع الناصري، له كل المجد، آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. عندما يسمع المسلم عبارة المسيح ابن الله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من عظم وهول وكفر ما سمع، فكيف لله سبحانه وتعالى أن تكون له صاحبة وولدا وهو الخالق المصور له الأسماء الحسنى، إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهذا تجديف وكفر بالله عز وجل. تقول الآية 16 من الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من آمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن هذا الكلام موجود حقا في الكتب المسيحية وليس افتراء، ولكن كيف يجرؤ المسيحيون على مثل هذا القول المشين المرفوض وتخرج كلمة الكفر من أفواههم؟ فكيف يدعون بأن لله عز وجل زوجة وطفلا؟ يعتقد أن المسيحيين ينسبون لله ولدا جسديا، وإن الله سبحانه وتعالى اتخذ مريم زوجة له فأنجب منها المسيح، وطبعا حاش لله سبحانه أن يقوم بذلك، فإن هذه الفكرة يشمئز منها المسيحي قبل المسلم، ولا يوجد أحبتي مسيحي واحد في كافة الطوائف المسيحية الموجودة يؤمن بهذا القول. إذن لماذا يعتقد المسلم بأن عبارة ابن الله نعني بها علاقة جسدية؟ لقد أوقعت النصوص الدينية الإسلامية المسلمين في هذا الخلط وجعلتهم يظنون أن المسيحية تعتقد بذلك، فتارة يقول القرآن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدا ولم تكن له صاحبة، ويقول كذلك إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بمعنى إنه كيف يكون لله ابنا وليس له زوجة، فوجود الولد مشروط بوجود الزوجة.
ولكن هذا مخالف للعقيدة والفهم المسيحي لبنوة المسيح تماما، حيث إن المسيحيون يؤمنون بأن المسيح ابن الله بمعنى روحي، بمعنى روحي بحت وليس بمعنى جسدي إطلاقا، وهذا فهم خاطئ للإيمان المسيحي. فعندما نقول ابن الرافدين فنحن لا نقصد أبدا بأن الرافدين تزوجا وأنجبا طفلا، بل إن المسيح ابن الله المنتمي له والآتي منه والمنسوب إليه. إذن فهذا اعتراض لا قيمة له، لأنه جهل بالعقيدة المسيحية ومخالف لها. وفي تارة أخرى يقول القرآن: وقد اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ملك السماوات والأرض. ويقول كذلك: ما كان له أن يتخذ من ولدا سبحانه، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. بمعنى أن المسيحيين يعتقدون بأن الله لم يكن له ولدا، فاحتاج أن يتخذ له ولدا في فترة معينة من الزمن، وهذا أيضا مخالف للإيمان والعقيدة المسيحية، حيث أن المسيح في العرف المسيحي هو كلمة الله الأزلي، فهو أزلي مع الله وواحد معه، وكلمته ويدعى ابنه منذ الأزل، ولم يتخذه الله ولدا في وقت معين لحاجة معينة، بل كان قبل تكوين أي شيء. إن القول بأن المسيحيون يؤمنون بأن لله ولدا جسديا من تزاوج، أو أنه تعالى احتاج أن يكون له ولدا في فترة من الزمن، هو قول ضد الإيمان المسيحي جملة وتفصيلا، بل واتهام باطل لا أساس له من الصحة. إن ابن الله في اللاهوت المسيحي لا نعني بها الولادة الجسدية من الله، بل نعني الانتماء، بمعنى إن المسيح الآتي من عند الله. وبعبارة الإنجيل: إن المسيح كان عند الله قبل تكوين العالم وقبل أن يظهر في الجسد، فهو لم يصر ابن الله حين ولد من مريم، بل حتى قبل وجود مريم نفسها، فالبنوة سابقة لتجسده للعكس. ونصيحتي: إذا أردت أن تعرف الحق فسل أهله. وسلام الله الذي يفوق كل شيء يحفظكم ويرعاكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن فترة الاختبارات. هنقرأ هذا الاختبار اللي وصلنا من واحدة شابة تقول: أنا شابة كنت سابقا مسلمة وأعيش في الظلمة، ولكن الآن أنا مسيحية. يسعدني أن أخبرك بهذا لأني أتابع برنامجكم منذ فترة طويلة، وسبب قبولي للرب يسوع المسيح في حياتي هو أن كلامكم لمس قلبي، وعرفت أني الآن في أمان ولي خلاص في الأبدية. أحب أن أخبرك خبر حلو آخر، وهو أنه كان هناك شخص من الأقارب أيضا قبل الرب يسوع المسيح في حياته وتعمق في الإيمان كثيرا، وهو يبشر باسم الرب يسوع المسيح في كل مكان، وهو مبارك جدا، وبسببه الكثيرين قبلوا الرب يسوع في حياتهم لأنه محب جدا للكنيسة ومشجع للإخوة والأخوات. آمين. الرب يباركك يا أختي، ويبارك هذا الشاب اللي قبل الرب يسوع المسيح. وأنا أشجع كل من عم يسمع الحلقة الآن إنه يفتح قلبه، لأن الرب واقف على الباب ويقرأ ويقول لك: إذا فتحت لي الباب أنا بخش عندك ويصير شركة بيني وبينك. فأنا أشجعكم بقوة إنه تفتحوا قلوبكم للرب يسوع المسيح عشان تنالوا الفرح والمحبة. بكل تواضع أقول لكم هذا الكلام. آمين. أعزائي المشاهدين، واضح من زيادة عدد المتابعين لهذا البرنامج المبارك المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية أنكم فعلا عم تستفيدوا وتستمتعوا من مواد هذا البرنامج المبارك.
أشكر الرب يسوع على هذه القناة المباركة اللي جعلتني أجلس أمامكم الآن. أترككم برعاية رب المجد يسوع المسيح إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمالي. إلى اللقاء.